الصبر اخي ناوي نتوكا عشان نقول لك ان شاء الله. احسن اعوانكم. سي بون، لا اله الا الله وصافي. مشاهدينا الكرام، متتبعي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر وبالضبط من الفخارات بمدينه الرباط. عائله رضا زوج الفنانه ريم فكري لا زالت تبحث الى حدود الساعه. ثلاث ايام وحنا معاهم، ثلاث ايام وهما ما تيشوفوش الناس، تيجيو الصباح بكري وتيبداو يقلبوا على الجثه ديال خونا وخو المغاربه كاملين رضا. رضا اللي قتلته عصابه تيربو بطريقه بشعه، بطريقه خايبه وخايبه بزاف اخوتي المغاربه. قطعوه وهو مازال حي، يعني بالروح، وهما تيضربوا فيه بالزبارات وتيقطعوا فيه. طريقه لا انسانيه، طريقه تتبين على كيفاش هاد العقل الاجرامي ديال هاد تيربو. هاد تيربو اللي سبق ليه عنده سوابق في فرنسا، واللي ديجا قتل وديجا دار جرائم كبيره، وعاد عنده صله ديال المخدرات وديال التجاره الدوليه المخدرات. داكشي خطير جدا، خطير. عصابه تيربو اللي صفات الخونه رضا واللي خلات عائلته يوميا تيجيو هنايا الرباط، تيجيو من الدار البيضاء، من مدينه الدار البيضاء الى مدينه عاصمه الانوار الرباط، فقط باش انهم يلقاو ولو دليل بسيط على جثه رضا. اختي لبنى، نعم، اول حاجه قربي حدانا هنا شويه، البركه في راسك. رضا خونا كاملين، حنا كاملين بقى فينا الحال، حنا كاملين تاثرنا برضا، حنا كاملين بقى فينا الحال على رضا. رضا خونا كاملين، نتمنى على انه يتلقى الجثه ديالو ان شاء الله. جيتوا اليوم عاودتوا قلبتوا؟ جينا اليوم كي كوم دابيتود قلبنا. يعني جينا اليوم قلبنا كوم دابيتود، و دابا بغينا حنا كنطلبوا توجور لا ميم شوز. فوالا لي بروفيسيونيل يجيو، فوالا لي اسوسياسيون، لي بلونجور، باش حيت صعيب نقلب. فوالا خص هادوك يجيو افيك لوكسيجين، لي ماسك، خصهم يرونو كومون سابيل لا تيغ اللي كاين ا لانتيغيوغ، الغيس يحيدو يشوفو. فوالا يشوفو باش يلقاو خويا، حيت دابا هنا سي كومبليكي، حيت الا شي حاجه تلاحت دابا كتدخل في الغيس كيما قال لكم. فوالا لو مسيو ديغ اللي كيعاوننا بزاف ايتو، فوالا دابا خص شي ناس يجيو باش يخرجوا هذيك السيكان اللي فيهم خويا راه رحمو، باش نقدو ندفنو. حنا هادشي اللي بغينا، حنا قلنا هذاك اللي لو تولوزيان اللي من تولوز، اللي جا هنايا واعترف بانه لاح خوك هنايا. واش اعترف هذاك التولوزيان ولا تيربو اللي اعترف؟ الله اعلم، سي دون لا بروسيدور. هادشي حنا ما عندناش اكسي على لا بروسيدور، دونك اون سي با. مي هنا الناس قالوا بما جابوا واحد بواحد الباسمون تو تو تور دو لا تيت، دونك حنا سمعنا لو تولوزان. لو تولوزان جا هنا وقال بما لاحوا لو كور دو مون فرير هنا جد. يعني هو متاكد ان تلاحوا هنا؟ ايه، حيت الطوموبيله تاعهم وحلات الهيها اون فيت، والناس هنا شافوهم الصبح بكري، فهمت، قبل الفجر شافوهم. قبل الفجر شافوهم، حيت سيتي كومبليكي دونك باش يخرجوا طوموبيل اخرى، كانت الشتا والغيس وحلا الطوموبيل في الروايد. سي سا، على هادشي جاتهم دور عصيبه، باسكو اون فيت هنا ملي كتبغي تلوح شي حاجه ولا تنزل بحال البارح شي زلقت انا. فوالا، ولكن ايماجين في الليل والشتا والماء طالع، سي دير سون كور. فوالا، على هادشي وحلو يكون لاحوه بحال هكا. سي سا، واد اد هادشي كله لا ما كانش، فهمتي، ما كانش هادشي، سافو دير طونوبيلات جات لهنا، فهمتي، هادشي كله ما كانش، يلا جابو عمرو. فوالا سي سا، مي هادشي سيتي بلا، حنا ملي كنجيو سيتي بلا تال هنا. Il y avait les traces de roues de voitures, même quand on est venu. Je fais les roues de ton mobilette qui est de l'eau. Elle a été Gina. On a dit qu'il y a eu la police, j'ai vu le rajel là. Il a été attaqué de bimal. Il a eu le. Comment dire, les plongeurs, ils ont cherché un jour. قلبوا نهار واحد. نهار واحد. ما كافيش نهار واحد تقلب في الواد كامل، صعيبة. باوي صعيبة، ما شتيش شحال حنا شهر
وما كملناش لي زالونتور. سميرة عفوا فوالا يعني نهار واحد جاو قلبوا صافي وما لقا قالوا ما لقاوش وقالوا ابارامون سي دور مع الغيس مع الغيس ايدو سي بور سا انا كنطلب الحمايه ديكم s'il y a une association ou des professionnels de plongée qui peuvent venir nous aider voilà, spécialisés c'est ça il faut spécialiser حيت حنا ما نقدوش حيت حنا واخا كننزلوا كنحفروا ولكن ما نقدوش في الماء سي امبوسيبل اون ني با بروفيسيونيل ما نقدوش نعوموا فيه وندخلوا لداخل يمكنش امبوسيبل سي امبوسيبل دونك على هادشي خصنا على هادشي اللي حنا كنطلبوا لي بروفيسيونيل فوالا ولا الكلاب حيت ما عرفناش الا لاحوا كلشي هنا قربي هنايا قلتوا لنا قربي شي شويه عفاك قلت لنا القضيه ديال لو شيان ديال خوك ري ديال الكلب الكلب ديال رضا اللي مربيه من هو كان صغير فاش جبتوه هنايا الكلب كيف بقى تيدير تسطات كتسطا كتبقى الكلب كنقول ليه لو رضا لو رضا واخا ديناها لها فين اون افي دي ترو فين اون افي دي ترو اكسيتيرا قلبتو فين حفرتو فوالا ما بغاتش الكلبه كتجر حنا جوج وكنشدو فيه ناري ما عمرنا ما دارت لينا شي هادشي ومن بعد جات نقزات في الماء لهيها نقزات ليها في الماء داخل وبقات كتحفر حل الكلبه تسطات على شي قلنا صافي ما بقاش نجيبوها معنا حيت سي ترو كتحس بزاف يعني في البلاصه فين قال لكم تلاح لهيها شتي بدينا كنتفرحوا كان اون افي ان ترو عرفتي الا كتشوفها فوالا اون افي ان ترو حيت الكلبه نقزات لهيها نقزات فوالا وبقات تحفر فوالا وتحدى الدار منين خادوه فاش خطفوه فين خطفوه مشات ان فيت لي بروميي جور الا كورو ومشات هذيك البراصه وبقات كتغوت فهمتي بحال اللي دارت لنا هنا كتسطى نفس العام حيت كتشم وحيت الريحه لودور ديال اللي رباها من صغرها تي سي نورمال لا فيديليتي ديال الشيان ما ساهلاش احسن من ان ايتر هيومان والله شوفي ان ايتر هيومان خوتي المغاربه ان ايتر هيومان ولا انسان شد واحد حي وتيقطع فيه وشوف هذا الحيوان رباه وشوف كيفاش انا وجات يقلب عليه وكيقال لك مشات البلاصه ديالو وبدات للاسف الشديد هادشي كيضر في الخاطر هاد المجرمين هادو واش ما عندهمش القلب باش توصل بك انك تقتل واحد وحي قتلو وحي غريبه هاد القضيه صعيبه سي با فاسيل نو سي با فاسيل سي ابري دو فاصون توت اي دون لي توت اي دون لانكيت بور لانستان اي بور لانستان اون فيرا ابري اشنو لي كاين اشنو فهمتي فوالا ابري سي دور مي خوك رضا كي كان معاكم كان مزيان عاودي لينا قربي هنايا قربي على خوتك المغاربه وهضري معاهم رضا لان كثرت الهضره كل واحد شنو تيقول رضا ما كانش كيدير شي حاجه حرام لا انا ما كانش كيدير شي شنو الخدمه ديال رضا رضا كان عنده كوم اون ا دي سالون دو كوافور اكسيتيرا افون il avait un centre d'appel il était حيت سبحان الله ربي لي ا دوني لو دون دو كوميرس هو كان عنده هادشي ملي كان صغير ملي كان صغير كنت باقا عاقله كنا كنمشيو عند الفاميلا تاعنا في شتوكا اتباها فوالا وكان كي دو كوتي دو ما مير وكان كيفاش مع مي كوزين اي تو كانوا كيبيعوا كيديروا كوم مسمن فهمتي مي طونت فازي مسمن هو كيبغي يمشي يبيع ملي كان صغير زعما لو كوميرس في دم الدنيا لو سون ديالو كاين لو كوميرس فوالا هو كان aussi il fait des partenariats aussi avec des producteurs etc il était dans plusieurs trucs dans le milieu de la musique مع الموسيقيين كبار كيعرف يعني قربوا غير الكاميرا شي شويه يعني كان 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 الموسيقيين كبار دي 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 ميوزيسيان كيعرفهم دي ميوزيسيان شكون هما ما بغيتش نعطي سميه دابا مي دي بيرسون كبار معروفين معروفين فاصون الناس اللي كيعرفوا خويا كيعرفوا يعني مع شكون صحابو يفزي دي بارتناريا يفزي دي زارونجمون فهمتي كاين لي جون ستان كنتي نقولو هذاك لو جونغ ديال ملتي سيرفيس ملتي سيرفيس فوالا كان كي في هذاك كوا ما جاش الكورونا كوا دابا ما عاد هو فين فهمتي ولكن كورا كان ترافيكون ولا جو سي با كوا ولا بحال اللي كيقولوا بحال تشربو ياك بحال رضا عبد الكريم ياك كاينه ولا ما كايناش دابا هو يلا عنده ابارتمون اللي خاد حيت الا فوندو لو سالون دو كوافور وخاد مع مرتو الاولى فهمتي سافو دير هذاك لو سالون داروا مع مرتو الاولى
يلا فوالا تشوف ميم لابارتمون اللي خدمه عمرته الاولى فهمتي زعما ماشي بوحدو كراشي واحد كيدير شي حاجه ماشي مزيانه ما غاديش يكون ديجا اون بلان ميليو دو كازا وحدا الكوميساريا ميرسي كاينه وبا ميم لا فواتور تاعو كانت على لوكاسيون ما كانتش الطوموبيله تاعو زعما ما كانش نورمال كوم تو الموند زعما تشوف ماشي زعما شي واحد لاباس عليه عادي وصافي زعما الحمد لله ما خصوش ما عندوش وما خلقش نقول بالدارجه سي سا وتحنا كنعاونو عنده خواتو الى دي فرير الى دي سور عنده فاش يحتاجكم تتعاونوا با وي با بروبليم هادو كاع المغاربه كاملين هكا والدينا فوالا المغاربه كاملين هكا المغاربه كاملين هكا سي نورمال سي نورمال زعما سي نورمال هي فاميلا نورمال كدير هكا فهمتي اخر مره تلقى بك انا شفتو انا وقف فيها الحال انا شفتو ملي تجوج حيت كنت نزلت وانا ملي كنزل ديما كنمشي عنده مع ولادي توحيد كيبغي انا نبقى عنده في الدار فهمتي ما بغينيش اون فا كيلكو با ديما ملي كنجي انا المغرب تيقولش لك سيري تكري ولا شي حاجه نو ما سي نورمال كنجي المغرب كنمشي عند خويا حيت نورمال عندنا هادشي حتى هو كيجي ياخذني من الايروبور عندنا هادشي نورمال حنا عادي سي سا كوم توت لي فامي كون عرفت والله كون جو لوغي بري دون مي برا ما كنتش عارفه والله على هادشي بقى فيا الحال باسكو كنت غنمشي ولكن في الصيف فهمتي الصيف من الصيف ماشي دابا ابري هو كان زعما كان كيهلا كيتهلا فيا في فينا في ولادي فوالا كان مزيان زعما حتى ملي كان كيدخل فرنسا يرجع زعما كان كيتهلا قبيله حنا تنهضروا قلتوا لي حتى اجي اختي معايا اجي حدانا قلتوا لنا انا بغيت انا نقرب على رضا انا بغيت نقرب المغاربه من رضا شكون هو رضا قبيله قلتوا لينا رضا وقلتي لي انت هي الاخت ساره هذه الاخت ديالو الثانيه قلتي لي انه كان كيدير الخير ما كاش كيقول لكم حتى جيتو عاد عرفتوا شنو كان كيدير فوق كان دابا حنا عارفين ديجا قبل باش تدخل قبل باش تعرفوا هاد رضا كي كان داير ديجا حنا كان كيدير الخير قال لك يتعامل مع الناس ويدير الخير وقلبوا على الضعيف الناس اللي ما عندهمش وداكشي قال لك ما كاينش كيقول لهم ماشي شي واحد اللي كيفخيمي يفخيم با تيجينا عرفنا عرفتي دار اوبيراسيون ان مسيو لو بيغ مسكين كان مريض هو كان كيبغي يعاون الناس اللي ما عندهمش ولي تشوا لي نيسيسيت هو هكا وفلوسو ماشي تاعو تاع كلشي زعما هو ما عندوش هذاك الشيء تاع سقره ميتو نو سي بو تي دير غادي يعاونك حتى لي زانيمو يا ان شان اي سي في رانفيرسي دا الفيتيرينا خلص عليه وداكشي جابو الدار تقطط قطع حامله داها وخلى لو غارديان تاع ليماب تاعو خلى لي شهر تاع الماكله باش ملي تولد وداكشي وصب واحد لو كارتون اك لا كوفرتور باش تولد حيت هو كان عزيز عليه بزاف لي زانيمو ملي كان صغير هذيك نانا بحال بنته بنته ماشي بحال لابرادور واه سا لابرادور هما كيحس بزاف وي سي سا كان ابري هو احنا اللي سمعنا سمعنا كان كيعاون في العيد كان كيشري الحولي الحوالي والناس وداكشي ما كناش عارفين زعما عمرو ما كيهضرش على هادشي الناس جاو عندنا انا نرجع لك اختي لبنى سميره مشدوده الاخت ساره اختي ساره قولي لينا رضا لان كثرت الهضره فاش الله وقع المشكل رضا اش كيدير رضا في حين ان فاش انا جيت اليوم وتنجلس معاكم وتنهضر رضا شخص عادي اخوتي المغاربه محب للناس كيبغي الناس كاملين تيدير الخير بزاف عاود لينا على خوك رضا مسكين كان تيدير الخير مع كل شيء مع اللي مريض اللي لاباس عليه اللي زعما فرونشمون عرفتي شحال من الناس جاو عندنا وتيقول لنا رضا مسكين زعما تيدير الخير مع كل شيء تعطينا الفلوس ملي كنكونوا مرا المشكل اللي وقع عليه ديال 30 ميل ولا ثلاثة المليون يعني هو مسلف عاطي رزقه لشي واحد عام مسلف الفلوس ما بينه وبين حتى حاجه من هذاك مشكل هذا الوقت اللي يسلف 3 المليون ما تيقش فيه وبدلا شيك بلا حتى حاجه بمعنى هذا الشخص اللي جونتي تيتعامل مع صافي هادشي اللي كان ما زعما ما كايناش شي هضره اخرى راه نقولها ونعاودها من هاد المنبر هذا راه ما تبقاوش تسمعوا داكشي اللي تيقولوا الناس في يوتيوب هضره راه بزاف راه فرونشمون راه حرام تتكلموا على الميت هكا تاكلوا في حم بنادم هو ميت درتوا رضا تيتاجر في لا دروغ تيتاجر في الناس تيتاجر في العيالات ما كايناش هاد الهضره وما كايناش هاد الهضره هادي كلها راه ما كايناش راه رضا ولد امه وباه وعنده خوتو
هادشي اللي خاصكم تعرفوا. وكان تيخدم تيصور شي طرف ديال الفلوس، ومام هذوك الفلوس اللي كان تيصور ماشي حتى ديالو، ماشي حتى ديالو، ما تيخدمهاش كاع في جيبو، على اللي لقاه يعطيه، اللي ما عندوش يعاونو. حنا منين نجيو ما يخلينا نخلصوا حتى حاجه من جيبنا، كلشي من عنده هو. ها هي اختي تقول لكم تهلا فينا، واخا حنا بفلوسنا تقول لك والو، انا اللي نخلص، انا اللي زعما خوكم وهذه، انا اللي خاصني نخلص عليكم. زعما الحمد لله كان عنده وما خصوش. هادشي اللي نقدر نقول لكم. شنو تقولي الناس هذو اللي كيبقاو يقولوا دي مونسونج الكذب؟ حسبي الله ونعم الوكيل، صافي. هادشي اللي ضراتكم هادشي؟ بيان سور يضرنا. واش حنا يلا خونا خطفوه لينا وقتلوه، وعرفتي شحال من اللي فيديو تيدوروا، عرفتي يوتيوب ما بقيناش ندخلوا ليه. على الناس اللي تيصيفطوا لي تيقولوا حشومه هادشي اللي تيقولوا على رضا. اش هادشي؟ اش هاد اللي عند الباج فيسبوك اللي بارل كونسا؟ حرام عليهم هادشي اللي تيديروا، والله العظيم حنا ما لقيناش كاع. تشوفوا حنا تنتقطعوا يوميا هنا، ومازال تهضروا على رضا، تهضروا على رضا في الكذوب، على الكذوب، على كذوب، كذوب على كذوب. نو حرام، سي با بيان. حتى تعرفوا فين شكون، فين اشناهي القضيه، زعما تعرفوا سي كوا لي كوز ديال هاد لا ديسباريسيون ديال رضا الله يرحمه. هذا شبع هذا بنادم يهضر، واش كان ولكن تهضروا عباش زعما يديروا البوز؟ نو سي با بوسيبل. سي نورمال. انا حاجه وحده تنقول، انا شخصيا لا شفت لا من الطريقه ديال لي كومونتير اللي كاينين، لا من الناس اللي كيهضروا. رضا شخص كانوا كيبغيوه صحابو، كان صاحب صاحبو كتنقولو بالدارجه. الله يرحم رضا. مازال تتقلبوا؟ بيان سور، مازال حنا تنقلبوا، مازال غادي نقلبوا. ما غنمشيوش، ما غاديش نمشيو من لهنا طونك ما لقيناش خونا رضا. وغادي نجيو وان شاء الله ربي كبير، وغادي نلقاو. والناس الا عندهم شي قلب غادي يديروا في بلاصتنا، وراه غادي يجيو. زعما الا كاينه شي اسوسياسيون تجي بروفيسيونيل ويجيو يشوفوا لينا في هذا الواد هذا، وباش نخرجوا من هذه الازمه هذه، باسكو راه فريمون هذا الشيء طول وكل شيء معدم. ولدينا حنا كل شيء معدم بزاف، ولكن دابا بغينا حنا نلقاوه هو يرتاح، نعرفوه فين كاين، وحنا حتى حنا نرتاحوا ونعرفوا. انا سولت الاخت لبنى اختك على الكلبه، سميتها لابرادور نالا. جبتوها لهذا المكان. عاودي لينا شنو دارت. انا لا فيغيتي هذاك النهار ما كنتش، انا اختي اللي كانت، باسكو انا كنت شويه مريضه، اختي اللي كانت وجبت نالا معاها وجبت معها الدراري. علاش نركز على الكلب؟ انا دي حاسه عنده لوديور تيسمي. وانا داكشي اللي عاودت لي وداكشي اللي ورات لي في لا فيديو، مسكينه قالت لي نالا خرجت من الطوموبيل وجات تجري لهاد البلاصه هادي فين لاحوا الميكات هنا. هادشي اللي قالت لك وداتها، قالت لك وداتها لتما لهذيك البلاصه فين كنا تنمشيو نحفروا، باسكو عندنا كان عندنا كامل لو دوت على قبل هادشي ديال الحفار، يدفنوا ولا شي حاجه، باسكو هذاك ديال هذاك غدا باكريم هذا هو اللي تيدير، تيدفن هو، ماشي اللي تيلوحش والو. هي بغات تمشي للماء، ولكن ماشي الماء تعوم فيه، الماء تقلب في الماء. لابرادور، غير باش المعلومه، انا شخصيا كان عندي كلب لابرادور سيندي، باش نكون واضح، لابرادور كيموت على الماء، الا شاف الماء غادي يهبط يعوم. ولكن هو ما بغاش يعوم، تحفر، هي تتحفر، فريمون تتحفر في الماء، ما بغاتش تعوم، كون بغات تعوم كون تلاحت في الماء، لا ما بغاش تعوم، بتحفر. يعني كاينه شي لا كاينه شي حاجه، سي اوبليجي، سي با بوسيبل. ولا ان الرساله ديال اخر كلمه شنو تقولي للناس، والرساله ديالك لي زاسوسياسيون اللي كانوا ديال دي بلونجور؟ اختي بغات تقول لك شي حاجه. كان عنده رونديفو سكايب، كان عنده رونديفو مع واحد البروديكتور، ما بغيتش نسمي بوغ ان كونطرا. شنو وقع؟ شرحي لنا. دابا خونا ملي كان قبل ما يخطفوه، دابا هذاك النهار كان داير مع مع مرتو وباش يمشي للريستورون، وهو راه ما كانش غادي يمشي للريستورون معاها دو باز، راه كان غادي يمشي الى في رونديفو افيك ان بروديكتور دو ميوزيك. سي فري. وي الى في رونديفو افيك لوي، اي فينالمون فيكو هي عيطات عليه شحال من مره، هي فاش مشى للريستورون معاها، باسكو هو كان في طلاق، هو كان في طلاق لو لاندي دابري كان عندهم طلاق. وهو مسكين دابا هو ما مشاش لهذاك الرونديفو ديالو ديال البروديكتور دو ميوزيك، باسكو هو كان تخدم هادشي تاو ديال الموسيقى، وسميتو مشى مع لو ريستورون مع غيم، ومن الريستورون ديال غيم دخل دارو. هي فاش مشى، هي فاش مشى مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه. مشاهدينا الكرام، للاسف الله يرحم خونا رضا، هذا واجب ديالنا، هذه خدمتنا تنديروها
الله يرحم رضا اللي خونا وخو المغاربه كاملين يا ربي على انه يتلقى الجثه ديالو اللي دار الصاك وتلحات هنايا على حد ما قال لو تولوزيان هذاك من اللي جا من تولوز اللي تا هو متهم في القضيه اللي جاب في اعاده تمثيل الجريمه جابهم هنا وقال لهم لحتوا هنايا. قمه البشاعه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. خليونا قناه شوف تي في غتبقى مواكبه قضيه رضا حتى نلقاو الجثمان ديالو ان شاء الله. على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. شكرا لكم، سلام الله عليكم.